طب قولي لي بس قولي لي وجراس في الساحل. طب هتعملي ايه اول حاجه بعد ما خلصتي الامتحانات؟ بصراحه اول حاجه هتعمليها النهارده راحه نفسيه. راحه مصحه نفسيه. يلا العب ليه؟ هنلعب في القعده في البيت لحد ما التنسيق ينزل. يعني مش هتروحي مصيف في الساحل الشمالي ولا اي مصيف؟ هو ماله التفتيش؟ ماله التفتيش؟ الصراحه بطريقه رخمه. قربي بس عشان بس الصوت. يعملوا فتش بطريقه رخمه. بعد كده بعد ما دخلنا بقلعوا الكوتشات. ايه ده بقلعوا الكوتشات؟ بقلعوا الكوتشات؟ قلعنا الكوتشات والشرابات. انا كده بقى بتسيبوا ورقه الساعه كام؟ دخلنا كانت الساعه 9 وربع. 9 وربع؟ ايوه. عقبال ما دخلنا جوه بقى جايين بقى لسه نمتحن. يعني بقى الاستماره قبل ما تمتحني خدت مني 10 دقائق. وبعدين وقت البورصه. كده في نص ساعه كده ضاعت. ايوه. جه بقى ساعه ونص. اخر بقى ساعه اعملي المقالي عشان هتنقص. انا 26 درجه واخليني في 4 درجات. اعملي المقالي هيتعمل لك واحده. واحده كل ما اتكلمت كده حد فينا تقعد تقول الجو حر الجو حر. طب ما احنا قاعدين احنا كمان في الحر سيبينا نمتحن. انت المراقبه بتضيع وقت يعني جدا. المراقبين مالهم؟ هم الاثنين الصراحه. شجع الاهلي ولا الزمالك؟ اهلي. 10 دقائق. ليه ما خدتوش بالمده دي؟ عملتوا ايه يا شباب؟ ايه الاخبار؟ طيب قولي لي. طيب هو الامتحان كان ايه اللي صعب فيه؟ كله صعب. مش صعب بس في حاجات لازم نركز عليها. بس يعني كده يعني دموع على اعين طالبات الثانويه العامه في الماده اللي قبل الاخيره. يعني في الماده اللي قبل الاخيره دي ما عملتش ايه؟ انا عايز ايوه عايز اعمل رياضه. ما عايز معالي. لا بيقولوا حاجه. مالك يا حاج؟ عادي اتفضلي اتفضلي. يعني حزن شويه كده على ظاهر على طلبات الثانويه العامه قسم علم الرياضه. الحمد لله ما كانتش قطه. شفت البورصه ولا لا؟ ايوه يا مريم. الامتحان كان عامل ايه؟ وليه الامتحان كان عامل ايه؟ امتحان اصلا كان بدرجتين كان برد قوي قوي بجد يعني. والاسئله للدرجه برد يعني. بس المكان كان في سؤال سهل يتحل كده. وكان في سؤال ان هو يعني محطه الامتحان يعني بجد. بس في اسئله بدرجتين جد صعبه جدا واسئله للدرجه حتى. والمكان في سؤال سهل وسؤال صعب الصراحه يعني مش كله صعب. يعني في مستوى الطالب المتميز في الامتحان يعني تقريبا والله جد. وجهله كلمة طيب لحضر الامتحان. وجهله كلمة لحضر الامتحان. الحمد لله مش هيمشي. احنا شايلين رياضة. شايلين رياضة؟ ليه؟ ما نقولش كده. لا لا يا رب. طيب انتوا دخلتوا بدأتوا اللجنة متأخر. دخولكم كان متأخر. عوضوكم عن الوقت ده؟ لا الوقت كويس. بالنسبة استلمتي ورقة الساعة كام؟ استلمنا بالظبط الساعة 9 بيوم برضه بالظبط 11 دقيقة. يعني اصعب حاجه في الامتحان كانت ايه النهارده؟ ربنا معاهم يوم السبت يا رب. ربنا معاهم لسه فاضل لهم ماده بقى. يوم السبت ان شاء الله على خير يا رب. ادعي لهم بقى ربنا يسهل. لا ايه الخطه بقى بتاعتك يوم السبت؟ يوم السبت اروح انام. هتدخلي المطبخ؟